طيب الصفقات او المفاوضات بتمر بمراحل متعدده، مره تبقى قريبه قوي ومره تبعد شويه، لكن المعلومه اللي عندنا ده مش قرار، ده معلومه عندنا من خلال ملعب الاهلي ان في صفقتين مهمين جدا، منهم واحده صفقه يعني او لاعب يعني انا من وجهه نظري كسيد عبد الحفيظ ان هو خلال سنتين مش بعد سنتين، خلال سنتين هيبقى احسن لعيب في مصر. يعني المعلومه اللي عندنا ان هو هيخلص على الثلاث او الاربع اللي جايين. ففي صفقتين في منتهى الاهميه خلاص قربوا جدا جدا، منهم واحده انا من وجهه نظري الشخصيه او رايي كسيد عبد الحفيظ ان هو ده خلال سنتين هيبقى احسن لعيب في مصر.